السلام عليكم. الفيديو ده هو محاولة للفهم والتخلي عن الجمود الفكري وإعطاء العقل فرصة ولو لثانية واحدة للفهم قبل إطلاق الأحكام بالتحليل أو التحريم. فلو أنت ما عندكش الصفات ديت فالفيديو ده ممكن يضايقك حبتين تلاتك، لكن معلش عشان خاطري تعالى على نفسك واسمعه للآخر، يمكن توصل لنتيجة مختلفة وممكن تفهم حاجة جديدة عليك. فيلا بينا. انا والله ترددت كتير ان اتكلم في الموضوع ده، دايما على مدار 5 سنوات من صناعه المحتوى بتجيلي دايما تعليقات على الموسيقى التصويريه اللي انا بستعملها في فيديوهاتي، وكان دايما بتجيلي نوعيه التعليقات ده: الموسيقى حرام، انا كنت عايز اشير الفيديو بس للاسف انت حاطط موسيقى، شيل الموسيقى من الفيديو عشان لا تكون سيئات جاريه لك. سيئات جاريه يا عم، وانا مشغل موسيقى بروس على 1:30؟ استهدى بالله كده. وصراحه كنت دايما بحاول اتجاهل التعليقات دهيت وما ردش عليها لاقتناعي براي معين في دماغي بيقول ان استعمال الموسيقى في المطلق مش حرام وليها ضوابط معينه، بناء على الضوابط والحالات دهيت بتكون الموسيقى حرام او حلال. لكن من ساعه الفيديو الاخير اللي انا عملته واتكلمت فيه عن الشيخ امير منير والموضوع اللي حصل معاه ده، التعليقات دي زادت جدا عن المعتاد. وصراحه علشان اكون منصف، انا لما لقيت التعليقات كترت بالشكل ده عن الموضوع ده بالذات، جاف نفسي شك ولو حتى 1% بيقول لي طب مش ممكن انت تكون غلط، يمكن مثلا الموسيقى تكون حرام فعلا في المطلق وما ينفعش استعملها باي شكل ما. فانا دخلت ابحث عن الموضوع ده علشان اعرف هل هي فعلا مساله قاطعه حلال او حرام، ولا المساله فيها خلاف واراء فقهيه مختلفه. وانا هنا في الفيديو ده جاي اشارك معاكم الفكره والراي الاخير اللي انا وصلت له بناء على بحثي عن الموضوع ده. والفيديو ده مش درس فقه، هو بس محاوله للتفكير بالعقل والمنطق بعيدا عن التخشب والجمود الفكري. فيلا بينا. مبدئيا كده في قاعده مهمه جدا في الفقه الاسلامي بتقول ان الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص صريح بتحريمها، وده طبعا مش في الاشياء العقائديه، لا ده في الاشياء اللي هي الفروع يعني بالبلدي كده كل حاجة حلال مدام مفيش نص بينص على حرمانيتها، مفيش نص بيقول لي ان دي حرام، يبقى كل حاجة حلال. دي النقطة رقم 1. ثانية واحدة اللي هتيجي تحط لي حديث المعازف في التعليقات وهتكفرني دلوقتي، اصبر عليا بس اسمعني للآخر، لسه في كذا نقطة تانية حابة اتكلم. نقطة رقم 2، في حاجة اسمها في الفقه مقاصد الشريعة الإسلامية، وده معناه بالبلدي كده الهدف أو المغزى اللي ربنا وضعه في كل شيء هو حلله أو حرمه. زي مثلا ربنا حرم الزنا لحماية المجتمع والأنساب، ومقاصد الشريعة الإسلامية في العموم يعني أي حاجة ربنا حرمها أو حللها للناس لازم بيكون هدفها تحقيق مصالح الناس في الدنيا والاخره، ومصالح الناس في الدنيا يعني نفعهم والفائده بتاعتهم والصلاح والسعاده بتاعتهم، وفي الاخره هي الفوز برضا الله عز وجل ودخول الجنه. يعني اي حاجه واجبه على المسلم او اي حاجه فرض لو الشروط دهيت ما اجتمعتش فيها في الحاله دهيت حكمها بيختلف. على سبيل المثال الصيام ركن من اركان الاسلام وفرض عين لا ينكره احد، فرض على المسلم البالغ العاقل، فلو كان في مسلم الصيام هيسبب له ضرر ومشقه عليه وعدم نفع وقتها لا يجب الصيام عليه. احنا لسه قايلين ان مقاصد الشريعه الاسلاميه هي نفع وفائده الناس في الدنيا والاخره، فلما ما توفرتش الشروط دهيت في الشيء الفرض ساعتها ما كانتش واجبه، وساعتها هيقع عليه حكم تاني وهو انه يقضي الايام دهيت لما صحته تسمح. طب لو صحيا لا يرجى شفاؤه ابدا يبقى مفروض يدفع كفاره عن الايام اللي فطرها. طب لو هو صحيا لن يقدر ابدا وماديا لن يقدر ابدا يبقى ساعتها لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه اي شيء من اللي انا ذكرته من شويه. شفت مدى سلاسه وانسيابيه الاحكام الفقهيه والتشريع الاسلامي اللي ربنا وضعه لينا وطريقه التفكير اللي ربنا وضعها لينا حتى في الامور اللي هي فرض لا خلاف عليها ولا خلاف على فرضيتها وهي ركن من اركان الاسلام الخمس، فما بالك بقى بالاحكام الفقهيه المختلف فيها زي حكم الموسيقى مثلا، مساله اختلف فيها العلماء على مر العصور، في اللي حرمها وهم علماء اجلاء على راسنا من فوق، وفي من اجازها بشروط وضوابط وهم برضو علماء اجلاء على راسنا من فوق. هتقول لي بس استنى، الحديث بتاع المعازف واضح وصريح يستحل المعازف او يعني فيما معناه، يعني هقول لك جميل. تعرف ان في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اكل لحم جزور فليتوضا، ولحم الجزور ده اللي هو لحم الابل يعني. لو اخذنا بصريح الحديث والظاهر بتاعه يبقى ده معناه ان اي حد هياكل لحم ابل لو هو كان على وضوء لا لازم يتوضا تاني عشان يعرف يصلي. لكن لو بصينا في سياق الحديث ده والوقت الزمني اللي ورد فيه والحاله او الموقف اللي الحديث ده ورد فيه هنلاقي ان الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام قاله وهو قاعد مع مجموعه من اصحابه وكانوا بياكلوا لحم ابل، النبي شم ريحه كريهه، حدهم اطلق ريح يعني. فعلشان النبي ما يحركش احد من اللي قاعدين ويقول ان في حد اطلق ريح يخليه يقوم يتوضا او اي شيء، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من اكل لحم جزور فليتوضا، يعني كل اللي قاعدين دول يلا قوموا اتوضوا عشان ما يحركش شخص معين بعينه، وكله يقوم يتوضا فخلاص اللي اطلق ريح ده يتوه مع التايهين، خلاص ما حدش هياخد باله منه. علشان كده كل الاحاديث اللي العلماء اختلفوا في تفسيرها ده بيكون سبب في اراء فقهيه مختلفه رحمه لينا، لان ما فيش حاجه اسمها حديث لازم يكون
يكون 100% كل العلماء اتفقوا على تفسيره. فكل الاحاديث اللي العلماء اختلفوا في تفسيرها ده ادى ان يكون في اراء فقهيه مختلفه، زي مساله الموسيقى كده، لان العلماء اللي اجازوا الموسيقى شافوا تفسير وسياق زمني مختلف للحديث ده هو، وبرده سمعوا احاديث ثانيه صحيحه، زي الحديث اللي في صحيح البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على السيده عائشه ايام منى وكان معاها جريتين بيضربوا بالدف، النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليهم ولم ينكر عليهم، بعدها سيدنا ابو بكر دخل ونهرهم، والنبي عليه الصلاه والسلام وقتها راح قال له دعهم يا ابو بكر فانها ايام عيد، او كما قال يعني. فنفهم من الحديث ده ان في نوع من انواع المعازف حلال ويجوز عادي هو اللي هي موسيقى، اصل هي لو كانت حرام في المطلق يبقى ما ينفعش تبقى حلال في اوقات معينه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اجازها، لان الحرام حرام دايما ولا ايه؟ انا برضو مش عايز اقنعك بجواز الموسيقى او جواز استعمال الموسيقى في اوقات معينه، لان هي فيها خلاف اوريدي اصلا، انت لو شايف انها حرام ومقتنع بكده ومستريح بكده انت حر عادي جدا، مش هقعد اقنعك بالاراء اللي بتوجزها واقعد اجادل معاك من هنا لبكره في مساله فرعيه، مساله اصلا فيها اختلاف كبير جدا مش اول مره العلماء يختلفوا فيها، فما تجيش انت في التعليقات او تيجي انت للناس وتجبرهم على راي فقهي معين وتنفرهم بالطريقه ده هي، وتخش امسح الموسيقى شيل الموسيقى لولا الموسيقى كنت شارت الفيديو، سيئات جاريه ليك، انت حكمت منين انها سيئات جاريه يا اخي؟ اتق الله، مساله فقهيه مختلف فيها، حكمت انها سيئات وحرام؟ لا، وفي ناس بيوصل بيها التطرف الفكري انها تكفر ناس لمجرد ان هم بيجيزوا استعمال الموسيقى بضوابط معينه. انا هنا برضو مش بقول لك ان الموسيقى استعمالها جائز في كل الحالات، اكيد الموسيقى اللي مرتبطه بشيء حرام دي حرام 100%، ما ينكرش ده الا جاحد او واحد دماغه مش تمام صراحه يعني. موسيقى مرتبطه بفيديو كليبس او عري او اي شيء من المحرمات ده هي اكيد هيبقى حرام، انما موسيقى على فيديو بيتكلم عن معلومات معينه عن تجربه معينه لا دخل فيها باي محرمات وتيجي تقول لي حرام، ده اسمه جمود وتخشب فكري. اصل انا مش مشغل المزيكا دي عشان اقوم ارقص على واحده ونص يعني، المزيكا لها استعمالات علميه كتيره جدا في صناعه المحتوى، احنا مش في سنه 1000 ولا 1200، ده بالاضافه اصلا ان العلماء مختلفين فيها. من المسائل برضو الثانيه اللي صراحه بتستفزني شخصيا هو جدال الناس في حكم النار او حكم لعبه الطاوله لاحتوائها على النار، والناس اللي بتحرم لعبه الطاوله تيجي تقول لك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النار، جميل جدا النبي نهى عن النار، لكن الحديث ده اتقال في انهي سياق زمني وفي انهي موضع وفي انهي موقف بالظبط؟ زمن الجاهليه لما كان بيتقال كلمه النرد او لما حد بيشوف النرد كان بيبقى معروف النرد ده بيستعمل في ايه، وكان مرتبط بالمحرمات وقتها، واللي هم كانوا بيستعملوا النرد ده في المحرمات. طيب دلوقتي انا لما بستعمل النرد في لعبه الطاوله، انا بلعب مع اصحابي في القهوه بنلعب طاوله تسالي، لا على فلوس ولا مراهنات ولا اي شيء من اشياء الجاهليه اللي كانت بتحصل زمان، هي مجرد اداه لتحديد اي رقم من 6 ارقام عشان اقدر العب بيه الحجر ده او القطعه دهيه، هل كده بقى تبقى حرام؟ طب لو شلنا النرد وجبنا 3 ورقات فيهم ارقام من 1 لـ6، 1 2 3 4 5 6 اللي هيأدي نفس غرض النرد كده ما بقتش حرام؟ ولا هي المشكله في النرد في كينونته، ولا المشكله في ان هو كان مرتبط بافعال او حاجات محرمه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام نهى عليها وقتها وغيره في احكام شرعيه كتيره جدا؟ الناس تيجي مثلا تاخد احاديث معينه اتقالت في حاله معينه وموقف معين ايام زمان، او ايه قرانيه نزلت في موقف معين بتنهى عن شيء معين وقتها، وياخدوها 100% هي كده حرفيا وقوف على النص، انا هو النص بيقول كده يبقى لازم اعمل كده. يا اخي شغل عقلك، ولينا في حديث من اكل لحم جزور فليتوضا، كده بقى اي حد ياكل لحم جمال فيقوم يتوضا، مش منطقي يعني. الاسلام واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام اعم واشمل من كل النقاشات الضيقه والتخشب والجمود الفكري ده، لدرجه انها توصل لبعض الناس انها تكفر ناس وتخرجهم من المله. مشكله التشدد والتطرف والتخشب الفكري ده عمرها ما كانت في القران او الاحاديث النبويه، المشكله هي في تجمد العقول وتخشبها عند فهم وتفسير معين، التفسير ده مثلا من مئات السنين، مع احترامي للعلماء والاجلاء دول كلهم، بس في مسائل فقهيه الراي الوارد فيها من مئات السنين مثلا او من الافات من 1000 سنه ما ينفعش تطبقه 100% على نفس العصر اللي احنا موجودين فيه ده. ده الامام من دول كان يكتب كتاب في الفقه او مجلد في الفقه في بلد معينه، وبعدها بسنين يرتحل لبلد معينه يكتب اراء مختلفه عن اللي كان كتبها في الكتاب الاول، وده فرق كام سنه بينهم؟ 50 100 سنه مثلا او 60 سنه؟ ما بالك دلوقتي في الاف السنين فرق بين بعض الاراء الفقهيه بتاعت زمان ودلوقتي. هم ذات نفسهم كانوا بيكتبوا اراء فقهيه مختلفه مع مرور الزمن وفتاوي مختلفه، انت عايزني انا في سنه 2023 اطبق نفس الراي الفقهي للعالم الجليل ايا يكن على راسي من فوق اللي الراي الفقهي ده كان بيناسب زمانه ووقت، عايزني اطبقه في زماني ووقتي ده ازاي؟ ربنا ما قالش كده. او ان انت مثلا تجبرني على الراي ده وتنقد وتنكر على اي شخص بياخد الراي المخالف او الراي الثاني اللي نوعا ما في انسيابيه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، خصوصا انها مسائل فرعيه مش مسائل اصوليه وعقائديه في الدين. والله الانسان لو يشغل عقله بس ويطلقه للفهم بما يواكب العصر وبرضه بما لا يخالف صحيح الدين والعقيده بدون الجمود
والتخشب ده كان حالنا هيبقى احسن من اللي احنا فيه. اصلا كلمة الفقه في اللغة بتعني الفهم الدقيق والعميق، دقيق وعميق الاتنين مع بعض. مش الناس طلعت القمر واحنا لسه مختلفين في امور فرعية، يقولك المشي حلال ولا حرام. لا حول ولا قوة. اتمنى بعد كل الخطبه اللي انا خطبتها دهيت ما يجيش واحد بعد كده في ثلاثه يقول لي الموسيقى حرام شنو. مساله فيها خلاف يبقى سيب كل واحد ياخد بالراي اللي بيريح ضميره، وما تخنقش الناس وما تشددش عليهم. بس يا سيدي ده كان اخر فيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير في القناه، ولو بتتابعني على الفيسبوك ما تنساش تعمل متابعه على الصفحه، وبرضه تقدر تعمل لي فولو على الانستجرام. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.